تعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تطبيق تيمو إغلاق مستمر. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا تطبيقات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا تطبيق تيمو، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا لإيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا مسح تخزين مؤقت، ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق تيمو. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.